يا مرحبا، اليوم مشوارنا على الطيبة اللي كل ما نسأل أهل هالبلد عنها بيحكولنا كان زمان وكان زمان، بتغنوا بالماضي وهالأيام. يلا معنا نتعرف على الطيبة. على امتداد مرتفعات نابلس وجبالها موجودة هالطيبة اللي قبل النكبة كانت تابعة لقضاء طولكرم. عدد سكانها اليوم بوصل لخمسين ألف نسمة ومشهورة بالتين والصبر. بما إنه إحنا هلأ في شهر آب فأكيد عرفتوا إحنا بموسم شو حالياً؟ موسم التين. خليني هلأ أنا وياكم نتعرف على موسم التين أكثر مع أحمد. أحمد يعطيك العافية. الله يعافيك. هلأ أول إشي أحمد، اليوم أنا عمالي بشوف إنه صار في طريقة لتسريع اللي هو إنها تكون مسوية بشكل أسرع التينة من خلال إيش؟ التزييت. إشي أكيد كل شيء له إشي طبعاً. هذا زيت بنشتريه، يعني زيت جديد، وبندهن الحبة زي هيك. بعد خمسة أيام بتلكيها مستوية، يعني مستوية زي هيك وأحلى من هيك. طب أيام زمان قبل التزييت وهاي الطريقة الجديدة، قديش عادة كان ياخد التين وقت لحتى يستوي؟ بكي على الموسم طبعا. يبلش يعني من أول ستة تقريبا لآخر سبعة ثمانية على الموسم اللي بلكيها مستوية الواحد يطولها. بس هذا مش ناتج يعني لمزارع انه يستفيد من كل ما تستوي لحالها طبعا. هسا جابوا زيت، الزيت يعني وبعد خمسة ايام بيستوي لحاله ما شاء الله، وإشي بجنن. طبعا التين نفسه يعني في بلدي في السوادي وفي الحماضي وفي الحماري، انواع كثير من انواع كثير. بس هذا ايش؟ هذا الحماري بيقولوا له. بشكل عام هلا التين يعني بحاجه لعنايه كثير، بده ميه طبعا وبده ادويه وبده ديره بال وبده يعني يد عامله، يعني ظهنا بنتعب ليل نهار تقريبا، يعني بده تعب شيء أكيد. الله يعطيك ألف عافية يا أحمد. هلأ خلينا ندوق حبة هالتينة هاي ومن بعدها كمان نعملكم جولة في الحقل لحتى كمان نتعرف على موسم الصبر. وهنا احنا بنشوف الصبر اللي مزروع وهذا له سنين. ومن مميزات الصبر دائما التين والصبر والعنب، هم مميزات الكرة. ايوه. فكان عندنا شيء بنسميه التعزيب، يعني يعملوا زي عزبة صغيرة مشان قطف هذه الثمار ويتركوا القرية لمدة شهرين. طبعا هذا التعزيب بيكون في شهر تموز وآب، وكلنا كنا زي ما تحدثنا الصبيان والمسنين والنساء يطبخوا هون، يأكلوا هون، يلعبوا هون. وكانت في مأكولات شعبية تتميز في هذا الموسم وألعاب شعبية تتميز في هذا الموسم. عندنا ألعاب للصبيان وألعاب للمسنين. ماذا المسنين؟ السيجي اللي أولاد الصغار كانوا يلعبوا، اللي بيسموها احنا باللغة الفلاحين التشورة، وكانوا يلعبوا ألعاب الإميح، وطبعا الصبايا مع بعضهم، الأولاد مع بعضهم، فكان موسم حلو جدا. واحنا بنتجول بالبلد عرفنا انه في قصه لاسم الطيبه ومش الكل بيعرفها. طيبه مشتقه من كلمه الطيب، يعني الاشياء المليح الجيد. يقال انه كانت الطيبه اسمها عفرطه، وعفرطه هو الشيطان. فاهل الطيبه قالوا ليش احنا تسمى باسم عفرطه؟ هات نغير الاسم لاسم مليح اللي يجيب الخير للطيبه والبركه، لانه الله يبعدنا عن العفاريت كلهم. مزبوط. ولذلك سموا الطيبه مشان جلب الخير والبركه لاهل الطيبه والسكان. المهم اجل خير. اجل خير طبعا. بديش اقول لك قديش اذا كان عندنا ضيف من الخارج كيف كانوا يستقبلوه بالضيافة. الكل بده يستضيفه، الكل بده يقدم له كل شيء. فإحنا بلد المضياف. الطيبة طبعا مساحتها 46 ألف كيلومتر، اليوم لا يبقى منها إلا 19 ألف كيلومتر.
طبعا بسبب سيطرة الاحتلال، سيطرة الاحتلال ومصادرة الأراضي وهي الأمور، عدة أسباب فيها عدة عائلات. أول عائلة كانت استقرت في هذه البلاد يقال إنها عائلة كعيك من دار الجبالي وبرانسي وجبارة وحج يحيى، وبعدها في عائلات أجت بعد 48. طيب عم تحكي لي هلأ إحنا وين واقفين، على إيش بنطل بالضبط؟ إحنا ما هسا على شمالنا موجود قرية فرعون اللي في الضفة الغربية، وكانت الحدود قبل 67 ضيها الحدود الفاصلة بين الخط الأخضر والضفة الغربية. بعد 67 طبعا تغيرت أيضا أخرى مرة جغرافية المنطقة. إذا بنطلع هنا لفوق فوق بنلاقي الجدار العازل اللي بين الضفة الغربية أيضا والطيبة. والشارع هذا الشارع وين هو؟ الشارع هو شارع رئيسي طبعا مؤدي إلى الضفة الغربية، إلى طول كرم ونابلس. طبعا يا الله، وانتو طبعا كل يوم سبت كتير عدد كتير كبير لأن هي العطلة الرسمية بتكون طبعاً هون. نحن كتير بتنزلوا على هاي المناطق اللي هي نابلس والكرم. طبعا احنا طول كرم كنا قبل 48 احنا كنا من قضاء طول كرم، فلانا أقارب وأيضا في ناس بحبوا هناك يتشروا ويزوروا المنطقة اللي هناك. شوفوا هلأ بدي أحكي لكم عن شجرة بوصل عمرها لألف وخمسمائة سنة. هالشجرة هي شجرة البلوط اللي موجودة هون في الطيبة، يعني هاي الشجرة كتير 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 بتعني لأهل الطيبة. بلادنا كانت مليئة بهذه الأشجار ولم يبقى إلا هذه الشجرة اللي موجودة في الطيبة. طبعاً بتعرف إنه بأيام الدولة العثمانية قطعت أغلبية الأشجار مشان تحريك القطارات، ولحسن حظنا احنا في الطيبة بقيت هذه الشجرة وهي معالم من معالم الطيبة. وبآخر مشوارنا التقينا بالحج سميح والحجة صفية وبلشوا يحكوا لنا عن أيام زمان. كانوا في أول الصيف كل الناس يعزبوا في السهيل، شو كل الطيب يتعزب برا، كل واحد بأرضه، شو بكوا يعملوا خص من ربيت على الباب، حزمة ربيت يحطوها على الباب، يعني كويس بالكمية ولا واحد يصيب الدار. وبكى جاره أمين على داره أكثر ما هو أمين على داره. اليوم على سبب اختلف كل شيء، بكى في الطيبة هسا بيجي واحد غريب إذا بيعرفش حدا بيعرف شو يروح. بكى قبل عند الجامع اللي في وسط البلد، جامع عمر بن الخطاب، في غرفة يسموها تكية. شو هتكية؟ إن أجا واحد غريب عابر سبيل يميل على الطيبة ويروح يميل هنا وينام وكل شيء. الجيران يودوا التكية، هي يكون فيها مكان للمبيت يعني؟ كل شيء ينام فيها، هي معدي لهذا الشيء. خالتي وانتي الله يطول بعمرك من مواليد 44، يعني عشت كتير وشفت كتير الحمد لله. طيب ايش اكتر اشي بتحبيه في الطيبة؟ يعني انتي من مواليد الطيبة ولا سابقا؟ سابقا. سابقا التآخي، الناس يأكلوا مع بعضهم، يعني لو سمح الله اختلفت أنا وجار الجار الثالثة تيجي تصلحنا، اللي مش موجود هون تصير مناسبة، يعني نقول أول شيء البطون يعملوا أكل، شو بكوا يطبخوا؟ شو بكوا يطبخوا؟ مفتول للعمال والرز للزعماء. زي ما تقولي ميزين الطبقة الهاي هاي الهاي هاي. أنا من مواليد 32، يعني هذا كله أنا عشته، مش نكلته نكل لحد خرفني، أنا عشته. هسه أنا عمري يوم السبت اللي جاي مش هذا اللي بعده بقى عمري 90 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، من فضل الله من فضل الله. هيك بتتغزلي فيه؟ بالله شو بتقولي له؟ العمر الطويل ان شاء الله، العمر كله، شو ما يجع بالي شيء حلو بقوله. طب احكوا لي عن عرسكم. طب خالتي احكي لي عن عرسكم، كيف تعرفتي على الاستاذ حسن؟ هو ابن خالي. فيش تعرف زي اليوم حبيبتي،
ولا تقعد العروس مع العريس زي زمان زي اليوم، لا بس ليلة العرس شوفوا وشوفها مش من خالي العروس. أيوة العروس حتى لو كربتها إلا ليلة العرس بس. طب عمي مين خطب لك إياها؟ وديت اثنين ثلاثة من اللي اختريت العيلة راحوا. يعني أنت يعني كنت أنت كنت حاطط عينك على الحجة صفية؟ على الحجة صفية ولن أغير. خطبنا في 25 شهر وتجوزنا ب 27. بأي شهر؟ 11 شهر 11 65. هذا هو مكتوب كلب الخاتم تشوفيه كمان مكتوب في الخاتم. هات هاتي شوفوا كمان خاتمك هو حاطه. هذا 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 العشق والحب هذا يا خالته. هاتوا اشوف الخاتم خلينا يلا يلا هاي عشان تعرف يا خالته التمسك. شايفه قديش الاستاذ حسن متمسك في الخاتم هذا عليه عيد زواجكم. هسه الحفيدات بكلن بدنا ننكي جزان زي سيدي اللي ما يشلحوش الخاتم، وزي تاتا عمري ما برض ما اشلح الخاتم انا، وبدي جوزي نفس الاشي زي ما هو سيدي. اذا لا اشرت عليه ايش، اذا لا لا مع السلامه انت نشوف غيرك. اهم اشي الخاتم يعني. طيب هاتوا نشوف ايش مكتوب. هي بدنا نحاول هلا الكاميرا تاخدها. اوه مكتوب صفيه وحسن ومكتوب 27/11/1965. الله يخليكم لبعض. شفت في شباب بيعملوا لليوم الشباب بندلوش هذا الخطب. لازم هلا من بعد هاي الحلقه هلا بصيروا يقلدوكم عشان انتم بياخذوكم قدوه. تفضلي يا عمي هاي الخاتم ولا خالتي انت لابسي الخاتم يلا. ما احنا ما لبسنا. لبسيه لبسيه. يلا لا يلا لبسي الخاتم. أحلى ناس وأنغش عريس وعروس الحج سميح والحج صفية، اللي مع تلبيس الخواتم بنقولهم الله يمد بعمركم ويرزق كل زوج وزوجة علاقة مثلكم. ولهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا من الطيبة، بنشوفكم بفقرات تانية. لحلوة يا دنيا يا رب هلال.